مين معاي؟ هدي. ازيك يا هدي؟ كويس. ايوه يا هدي، ازيك؟ كويس. لا، في حاجه مضايقاك؟ لا قولي بامانه يا هدي، ايه اللي مضايقك؟ مفيش حاجه مضايقاني، يعني مبسوط. طب وايه اللي باسطك؟ اي حاجه. لا معلش، اصل احنا هنا دلوقتي بنحاسب على اي حاجه، لازم تحدد لي ايه اللي باسطك او ايه اللي مضايقك. المدرسه هنا حمام السباحة. الرحلة ولا ايه كمان؟ حمام السباحة. يعني حمام السباحة ولا الرحلة؟ الاثنين. طب لو قفلت حمام السباحة؟ الرحلة. ولو لغيت الرحلة؟ حمام السباحة. لا انا قفلت وخلاص من الاول، من انت ما دخلتش يعني مفيش ولا حمام سباحة ولا لغيت الرحلة. خلاص مش هيبقى حاجة، في مش هيبقى في حاجة حلوة. ايه ده؟ يعني انت بتيجي المدرسة بس عشان حمام السباحة؟ طب ما شوف بقى، يعني انت كده ليه؟ المدرسة حلوة بس كده، بس لازم يبقى اهدافنا كتيرة مش هدف واحد، يعني مش كده يا عدي. يعني لو حمام السباحة مثلا النهاردة لقيناه مقفول، تمام؟ والرحلة بعد ما نظمناها العدد ما كملش ولغوها، هنيجي برضو مبسوطين يعني انبسط. انا عايزاك تنطلق، بس لما تنطلق تاخد بالك وانت ماشي. ليه بقى؟ يعني ايه؟ ليه وانت بتنطلق تاخد بالك وانت ماشي؟ ممكن تقع؟ انت هتنطلق. صح. ايه؟ صح. ما انا عارفه ان انا صح، انت بقى هتعمل ايه؟ ايه؟ هتاخد بالك وانت ماشي. عدي انت مش مركز معايا، عدي مش مركز بصراحة. ايه اللي شغلك هنا؟ مفيش حاجة مشغلاني. لا انت قعدت تفكر ان طنطا هتقفل الحمام السباحة صح؟ طب قعدت تفكر ان انا هلغي الرحلة صح؟ لا. طب بتفكر في ايه؟ بفكر في حاجة. مش بتفكر في حاجة خالص؟ امال مخك اللي هنا بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة. وقف؟ طب ليه؟ شغله. شغله بأي حاجة. وأنت بتشغله إزاي؟ عايز أكل. أنت جعان؟ ليه ما فطرتش ليه؟ مفطرت. فطرت وجعان؟ طب أنت كده هتاكل كتير، هتتخن. هتتخن فعلا يا عدي، أنت بتهزر؟ أنت كده جسمك حلو قوي، كده رياضي. ليه عوجت بقك كده؟ مش رياضي؟ أنت مش رياضي؟ لا مش رياضي، أنا بحب أكل. تحب تاكل؟ لا هو الاكل حلو، بس طبعا يعني مش هنعيش طول حياتنا بناكل. ليش طول حياتنا بناكل؟ ليه في حاجات تانية غير الاكل؟ ايه؟ طب انت لما بتاكل بقى وبتحب الاكل كده، بتحب ماما مثلا تعمل لك ايه، فتحس ان الموضوع ده الله يعني لذيذ الاكل؟ ايه بقى إيه؟ لا احكي لي ماما تعمل لك ايه. اي حاجه. لا شوف، هتقول لي بقى اي حاجه وعادي ونعدي الموضوع كده وخلاص. لا من الواضح ان انت بتحب الاكل، فمن الواضح كده ان انت ليك اكلات معينه بتخلي ماما تعملها لك وبتستلذ بيها، فانا عايزه اعرف الموضوع ده واعرف الاكلات اللي انت بتخلي ماما تعملها لك. هي لله عم تكون تعبانه بتعملها لي. طبعا عشان ماما تعبانه، ده هنقدر الموقف. بحب اكله همبرجر. همبرجر هي دي اللذه؟ همبرجر؟ لا لسه في تاني. ايه؟ ها؟ طب وايه كمان؟ في قد كده. طب قول اللي قد كده يا عم. مكرونه. مكرونه العاديه ولا البشاميل؟ بشاميل. وبقى وكريمه بقى كده، والطبقه فوق تبقى محروقه. ايه كمان؟ رز بلبن اللي هو بيبقى محروق من فوق. ده فظيع، وعليه جوز هند بقى. ايه كمان؟ وفراخ محمرة ومشوية. لا كمان بقى لو محمرة وتحتها بطاطس ومشوية. يا خرابي. ومعاها سلطة بقى، سلطة خضرة بقى تحفة. ايه كمان؟ ايه اندومي. انا زعلت منك. لا 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 زعلت منك. اللي بتعمله في البيت. لا اللي ماما بتعمله في البيت. لا زعلت منك يعني، اصل ده حاجة وحشة. لا مكرونة اسباجيتي. مكرونة اسباجيتي وماما تحط لها طعمات فتبقى عاملة زي الحاجات اللي بنشتريها من السوبر ماركت. ايوه لان الحاجات التانية مضرة. وناكل كده اذا ليه؟ اذا انا ليه حاسة ان احنا قاعدين في مطعم كده يعني؟ بس كده يا عدي؟
تحس ان الموضوع قلب مطعم خالص. انت نفسك لما تكبر بقى تعمل مطعم صح؟ نفسك تشتغل شيء ضابط. ضابط ازاي وهتقعد تاكل؟ ما انت هتتخن. مفيش ضابط تخين، لازم تبقى رياضي. هتجري ورا الحراميه ازاي؟ هجري عادي زي الناس. هتجري ازاي وانت تخين وبكرش؟ لا بجد هتتخن وتبقى بكرش. يعني اخس؟ اخس. انا بقول تاكل وجبتك. الصوت مش باين عشان انا سامعاك، ما انا بسمعك بوداني. ايه مش انت بتسمعني بودانك؟ واكلت كده بطاطس اللي هي المدوره الحمارة دي، مش اللي هي زي الصابع. قصدك الشيبسي مش البومفريت؟ اللي هي الشيبسي ومدوره ومعاها رز. ده زي بطاطس معاها رز؟ لا يعني هنحط حته مع الرز. شيبسي مع رز؟ ولا انت قصدك البطاطس ام دمعه اللي هي المدوره؟ صينيه بطاطس. ونحط نقطع حته مع الرز والملوخيه كده وفراخ مشويه. يا سلام يا سلام. والله بقى لو الملوخيه التقليه بتاعتها تقيله بقى. لا فظيعه. انا بحبها زي الميه. لا تبقى تقيله بقى يا احمد، يعني يا داي سوري، تبقى تقيله. التقيله احسن من الخفيفه. انت بتحبها خفيفه بالرز؟ ما بتعرفش تعملها ودن القطه كده بالعيش؟ لو تيجي تعمل كده تلاقي الملوخيه وقعت من الناحيه الثانيه. لا انا بعمل كده. بوقفها كده. بتوقفها الملوخيه ولا العيش؟ العيش بوقفه عشان ما يبقى، عشان ما يخرش. ما يخرش الملوخيه. بس احلى حاجه بقى لما تلاقي نفسك في الاخر بتشرب بقى الملوخيه كده ويقع بقى كده وتبقى مزلوط وحاله يعني فظيعه يا عدي. ولا حاجه حلوه يعني. حاسه ان الموضوع قلب مطعم خالص خالص. لا بجد يعني حاسه ان انا واقفه قصاد شيف كده جميل. انت عارف ان الشيفات الرجاله دول شطار جدا؟ ما اعرفش. انت قلت لي دلوقتي. امال بتقولي مين على ايه؟ طيب ما انت بتقول بتاكد المعلومه. مش عارف الرجاله كده. انت عارف الرجاله كده؟ مين اللي قالك بقى؟ انت اللي قلت لي لسه، انا اللي قايله لك المعلومه. ليه يا عدي بتلف وتدور عليا؟ ليه يا ام بتقوليش الحقيقه على طول؟ خلاص بتقولي الحقيقه على طول. خلاص اتفقنا عدي. تمام. طب بالنسبه لان احنا بنتكلم عن المؤتمر المناخي اللي كان موجود في مصر ده، احنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا وهي الزرع. بما انك بتحب الاكل فاحنا لازم نزرع زرع كتير جدا. انا بحب ازرع. بس مش بعرف. يعني بتزرع ايه؟ مش بعرف ازرع. ماشي مش هتعرف انت تزرع. انت عايز يتزرع ايه كتير في مصر؟ الصراحة انا بحب البطيخ. بطيخ؟ طب ده بطيخ في الصيف غير بطيخ بقى؟ جوافة، موز، رمان. ايه ده الفاكهة الحلوة دي كلها؟ بحب الفاكهه كلها، مش بسيب ولا فاكهه في البيت. انا احييك، انا احييك يا عدي. انت شخص رائع، انت طفل معجزه. انا ما بشوف يعني لما بشوف كتير من الاطفال كلهم مش بيحبوا كل الفاكهه. لا بحبهم كلهم. كلهم بس اكتر واحد البطيخ. دي في الصيف بس، يعني صعب نجيبها في الشتاء. ايوه بس في حاجات في الشتاء حلوه قوي. ايه؟ الجوافه، البرتقال. انا في حاجه ما عمري ما شفتها. خوخ. لا الخوخ ده مدور كده ولونه بيبقى على نبيتي شويه. هو حلو ويعني شوف البرقوق. بس البرقوق برضو حلو، بس انا عايزه اقول لك ان فوائد الفاكهه دي يعني ان هي لذيذه الطعم، لكن صراحه الفوائد بقى كلها في البرتقال، في الجوافه، في الموز، في العنب مع انه سكريات، في البلح. بلح حلو قوي. أيوة انا بحب البلح اللي هو الاصفر والاحمر بيقروش ده اللي بنقطمه كده. ايوه الناشف الحلو ده. ايوه الحلو ده. تشتريه بكام الكيلو؟ انا ما اعرفش، انا ساعات جدتي بتجيبه. يعني تيتا اللي بتشتريه؟ يعني انت مش بتشتري الخضار والفاكهه؟ ما بتروحش السوق؟ لا ايوه بروح. يعني اخر مره جبت البلح بكام؟ جدتي اللي بتجيبه، انا مش بعرف اجيبه. خلاص بلاش البلح. اخر مره جبت كيلو خيار بكام؟ ولا كيلو خيار. ما بيشتري خضار ولا فاكهه. امال بتروح السوق ايه يعني؟ تطمن عليهم وترجع يعني؟ لا بمشي معاهم، بشيل معاهم اكياس. يعني انت بتساعد بابا او ماما بس في شيل اكياس؟ لا بس انا جدتي ساعات بتروح بس مش بيت. ايه ما انا مش متضايقه، انا بس بعرف عشان افهم بس وانا بحكي معاك. هي الراجل ساعات بيجي عنديها.
بيجي عندها البيت. يا عم جدتك مصاحبه بتاع الخضار بقى، وبيجيب لها الخضار الحلو الخضار كله. أيوة. بتاع الرجاله كلها بتاعت الخضار والحاجات. عشان تيتا ست كويسه، فكل الناس بيجيبوا لها الخضار الحلو. وقفوا جنب الجامع. تيتا ساكنه جنب الجامع؟ لا ايوه قريبه يعني من الجامع. اي يعني هي كل بتوع الخضار يعرفوا تيتا فبيجيبوا لها الخضار الكويس. انا ما اعرفش يعرفوها ولا، بس انا عارف الناس اللي بتصلع الحاجات التلاجات كده. ايه ده بيروح لها تلاجات؟ عادي اي حاجه يعرفاهم موت. عارفاهم موت. لا يعني تيتا بيوصل لها تلاجات؟ تلاجات؟ لا بيصلحوا تلاجات لو حاجه بقى. بيصلحوا تلاجات. ثلاث تلاجات اي حاجه. طب السؤال هنا، مين اللي بوظ التلاجات والغسالات واي حاجه عند تيتا؟ هي اللي بتبوظ على يعني لوحديها اكيد يا احمد. مش حد مثلا اتشعلق في الثلاجه؟ انا مش شعلق، مش شعلق فوق النيش، بس مش بشعلق فوق الثلاجه. لان الثلاجه كهربا فممكن نتكهرب، لكن النيش مش كهربا. بفتش فوقيها. بفتش فوق النيش؟ مش فوق النيش، فوق التلاجة. على أي البلا كلها على طول. طب يا أخي يمكن تيتا شايلها الوقت عوزة. أنا خالي حرامي بيسرق أي حاجة مني. يكون لا عيب نقول كده. لا أنا زعلت منك. لا يعني أي حاجة شايلها. أنت قصدك إن هو بيحب يناقشك كده؟ أيوة بيحب أي حاجة شايلها في التلاجة. أصحى اليوم الثاني حمام حمام ألاقيها كلها. ما عشان أنت بصراحة بتخزن.